ورجعنا معكم أحبتي مستمعينا، والآن فقرة ضيفتنا وزميلتنا نجمة. يسعد مساك ست نجمة، الهواء إليك، مساء تفضلي. الخير ست علاء، السلام عليكم أينما كنتم ومن كنتم. تستمعون لبرنامج أصوات الهجرة مع نجمة مباشرة على راديو 2000 اف ام على الموجة 98.5 اف ام. معكم في الإعداد والتقديم أنا نجمة اليونسي، ومعي ببلاطو الدكتور علاء العوادي والسيدة جمانة غبار والسيدة نادية العوادي. سنلتقي يلا يا البنات فرجي لنا، انشي مزغرات لينا نمت الحنا، حبيبي غدي جبتي هدية وقف عزة وتقيدية، حبيبي غدي جبتي هدية وقف عزة وتقيدية. سألتقي معكم مستمعينا مباشرة كل يوم اثنين على الساعة 12:30 بعد الزوال بتوقيت سيدني أستراليا. واليوم اخترت لك أن أدعوكم لاستحضار بعض عادات وتقاليد الأعراس المغربية، وسأخصص كل حلقة سأحاول تخصيص حلقة شهرية لنعيش معا أجواء الأعراس المغربية بجهات متعددة للمغرب. ابقوا معنا. يلا يا البنات كلوا جيراننا، يجيبوا الصغرتات الليلة ليلة الحنا، يلا يا البنات كلوا جيراننا، يجيبوا الصغرتات. وكما قلت اليوم سأتكلم عن الأعراس بصفة عامة، وسنستحضر بعض عادات وتقاليد العرس المغربي. ويبقى المجال مفتوح لاستقبال مكالماتكم مستمعينا وتدخلاتكم عن الأعراس بالمنطقة أو المدينة الأصل التي أتيتم منها والتي توارثناها عبر السنين. اتصلوا بنا على الرقم 0400044900 0400449000 ويمكنكم متابعتنا على صفحة الفيسبوك لأوزي أراب ميديا. البنات كلوا جيراننا، يجيبوا الصغرتات الليلة ليلة الحنا، يلا يا البنات كلوا جيراننا، يجيبوا الصغرتات الليلة ليلة الحنا، حبيبي غدي جبتي هدية وقف عزة وتقيدية، حبيبي غدي جبتي هدية. هذا الصدى تمكنت بالاتصال بالدكتور عمر المغيبشي، الباحث وأستاذ التاريخ والحضارة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء. دكتور عمر، اليوم خصصنا الحلقة للتكلم أكثر والتعريف عن الثقافات والعادات المغربية، وأعرف أنه بحر عميق جدا، وأتمنى أن نستغل هذه الفرصة للتكلم والتعريف بهذه الثقافات والعادات وكيفية توارثها بين الأجيال. في الحقيقة الحديث عن التقاليد وعادات أهل المغرب والمغاربة بصفة عامة هو حديث عن عادات تختلف أولا باختلاف الجهات. عادات وتقاليد المغرب بجهة الشمال تختلف عن الجنوب، تختلف عن الشرق، عن منطقة الشرق، وتختلف كذلك عن ما يسمى بالوسط. وبالتالي الحديث عن عادات وتقاليد المغرب هو حديث عن تنوع ثقافي، لنقول أولا أنه تنوع فيه غنى، لأنه غني لا من ناحية يعني العادات الكثيرة جدا ولا من ناحية التصنيف. هناك عادات تلتصق بالأعياد الدينية، هناك عادات وتقاليد تلتصق أو هي لصيقة جدا بالجانب الديني، وهناك طبعا عادات أخرى لها علاقة
بعد الأحداث التي مرت على المغرب. وبالتالي فالحديث عن هذه العادات والتقاليد هو حديث عن موروث ثقافي متنوع يبدأ من فترة قبل الميلاد، لأن الأمازيغ كما نعلم أول من سكن المغرب، وبالتالي الحديث عن هذه العادات يبدأ بالحديث عن العادات والتقاليد التي تمتد تاريخيا إلى ما قبل الميلاد. ثم هناك عادات جاءت مع وصول المسلمين إلى المغرب، بمعنى أنه في العصر الوسيط، وامتدت هذه العادات إلى غاية يومنا هذا. هذا دون ننسى أن هناك عادات مهمة جدا من المكون العبري المغربي، وهي عادات بطبيعة الحال لمغاربة لأنهم مغاربة، ولكن يعني الاختلاف في الديانة فقط. ممكن تكلمنا أكثر أو تعرفنا أكثر على التنوع الثقافي والعادات خصوصا في العرس المغربي، لأن هذا هو موضوع الحلقة اليوم، العرس المغربي عامة وكيف أصبح بين الماضي والحاضر؟ من بين العادات المهمة التي يتميز بها المغرب هي العادات المرتبطة بالمناسبات التي تتسم بالفرح، بمعنى خاصة على مستوى الأفراح والأعراس. فالعرس المغربي هو عرس متميز بطبيعة الحال، كونه أولا يحظى باهتمام كبير جدا من طرف المجتمع المغربي. فأهم يعني عادة من العادات النسيقة بالمغرب العادة المرتبطة بالعرس، والعرس المغربي قد يمتد إلى أكثر من 7 أيام، وقد يكون في 3 أيام. أو العرس المغربي ميزته أنه هو عرس فيه مجموعة من الطقوس ومجموعة من العادات، تبتدي أولا بما يسمى بالخطوبة. ففي في 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 فترة الخطوبة هناك عادات مهمة جدا، كمثلا تقديم بعض الهدايا المميزة من حريرين وديباج وغيره من الأمور الأخرى المرتبطة بالمستوى المعيشي اليومي للمغاربة. هناك كذلك عادات مرتبطة بالعرس، يعني الفرح الذي يمتد إلى 7 أيام. وهنا العرس يجب التأكيد على أنه يختلف من منطقة إلى الأخرى. عند الحديث عن أعراس مثلا في منطقة الريف، فهي أعراس تختلف عن منطقة الغمارة أو جبالة بصفة عامة، وكذلك تختلف عن مثلا أعراس أهل فاس وغيرها. ولكن ما يميز هذه الأعراس أنه في الآونة الأخيرة، وهذه ملاحظة مهمة جدا، وقد حضرت مؤخرا عرسين من في تطوان، حضرت عرسا في تطوان وعرسا في مشتى، ويعني لاحظت واحد ملاحظة مهمة جدا، أن أصبحت العائلة تقوم بيعني بالقيام بمجموعة من استعراضات للعروس وفقا لجميع الألبسة الموجودة بالمغرب. فبالتالي تصبح المرأة تقوم المرأة المتزوجة باستعراض بعض الألبسة مثل لباس السوسي، لباس الريفي، مثلا لباس الشدة التطوانية، مثل مثلا لباس الفاسي، مثل لباس الوشدي وغيره. وهذا يدل على أن أصبحنا الآن في هذه العادات التي مرتبطة الأعراس في المغرب، أصبحنا نعرف يعني تجميعا لهذه العادات في عرس واحد، خاصة على مستوى اللباس. أما على مستوى العادات المرتبطة بالموسيقى فكذلك الأعراس المغربية الحالية يعني هي مجموعة، هي كوكتيل غني جدا، فيه يعني الأغاني المرتبطة بالشعبي، الأغاني المرتبطة بالطرب الأندلسي، أحيانا تجد الغرناطي، أحيانا تجد الشرقي وغيرها. يعني هناك نوع من يعني الاحتفاظ بالموروث الثقافي المغربي، ولكن كذلك الانفتاح على الموروثات الأخرى المرتبطة خاصة بثقافات البحر الأبيض المتوسط. دائما تجدنا الدكتور عمر كنتكلموا في الأعراس عن المرأة، فهل يمكنك أن تعرفنا عن موضع الرجل وعلاقته مع هذا التراث لجانب المرأة المغربية؟ أكيد الرجال لا زالوا يحتفظون بتلك الميزة، اللباس المرتبط مثلا بالجلباب وبالبلغة المعروفة، سواء كانت بلغة باللون الأصفر كرمزين يعود للفترة السعدية، أو الألوان الأخرى المعروفة المتداولة بين خاصة بين الشباب و
وحتى عند الشيوخ. كذلك هناك عادات مهمة أخرى مرتبطة باللباس خاصة على مستوى الجلابة المغربية، وهذا الجلباب المغربي معروف كذلك، يعني المغاربة قد تجد له أو قد تجد عنده ثلاثة أنواع من الجلباب. كاين الجلباب الذي يلبسه أو يتزيى به في فترة الصيف، وهناك الجلباب يكون خفيفا، ثم هناك الجلباب الذي يلبسه في فصلة أو يرتديه في فصل الشتاء أو فصل الربيع. وأنا شخصيا يعني لدي أكثر من جلباب، لماذا؟ لأنه هو زي مغربي لصيق بالحضارة المغربية. هناك كذلك ما يسمى بالجبادور، وهذه الألبسة تكون عادة، يعني هذه الألبسة لصيقة بالرجل المغربي في عاداته كلها، سواء في الأعياد أو في الحفلات، في الختان، في كل الأحيان. فالجبادور كذلك هو يعني لباس يتكون من قطعتين من سروال واسع وفضفاض، ومن قميص طويل يصل إلى الركبة. هذا الجبادور لا زال لحد الآن محترما من طرف الشباب الذين يعني يبادرون في شرائه وجعله من الأمور المرتبطة بلباسهم سواء الأسبوعي أو المناسباتي. بالنسبة للمرأة المغربية وهي الركيزة الأساسية في العادات، لأن الأصل في العادات هو الذي احتفظ بها ليس الرجل فقط، ولكن المرأة التي عملت على أن تحافظ عليه، خاصة الجدة التي لها دور كبير جدا في تاريخ المغرب، في تاريخ هذه العادات، والمرأة كذلك بصفة عامة. فالمرأة لا بد لها أن تلبس قفطانا، إن كانت من عائلة الثرية فيكون هذا القفطان يعني مصنوعا من الحرير أو يكون فيه نوع من التطريز. وغالبا هذه القفطين أو القفطان بصفة عامة يرتدى في المناسبات والأعراس. هناك مسألة أخرى كذلك مهمة جدا على مستوى كذلك لباس المرأة، هي التكشيطة. التكشيطة يتكون كذلك من قطعتين، غالبا يتم صناعة التكشيطة من أقمشة يعني فاخرة، يعني تدل على فرحة المغربي حتى وإن كان فقيرا، يعني يحاول ما أمكن أن يدخر مجهودا كبيرا ماليا ونفسيا واجتماعيا من أجل أن تكون لها هذه المرأة اللبس، هذه لبس التكشيطة، حتى تستعرضها في الحفلات الموجودة. ثم إذا كان الرجل يرتدي يعني يضع في كلباس ينتعل كما يقال باللغة العربية، ينتعل يعني بلغة، فالمرأة تنتعل الشربيل وهو الحذاء التقليدي معروف في المغرب، ويكون غالبا مطرزا كذلك. وهنا طبعا يتوقف الأمر على المجتمع أو على الوضع أو الاعتباري أو الوضع الاجتماعي للعائلة المغربية. وكما قلت سابقا دكتور عمر، هذا الموضوع هو بحر عميق، إن شاء الله سنكمل في الحلقات المقبلة، لأنني خصصت حلقة في الشهر على هذا الموضوع. كذلك دكتور المنطقة التي تنحدر منها، وكذلك عن الأعراس المهاجرين المقيمين على هذا الموضوع. طيب ست نجمة، يا ما زلنا مع الدكتور عمر. سوري. تنتعل الشربيل وهو الحذاء التقليدي في الحلقات المقبلة، لأنني خصصت حلقة في الشهر على هذا الموضوع. كذلك دكتور عمر، ممكن تكلمنا أكثر عن العادات، عادات المنطقة التي تنحدر منها، وكذلك عن الأعراس المهاجرين المقيمين بالخارج أو المغاربة المقيمين بالخارج، وكيف يحافظون على هذا الموروث الثقافي. التقاليد المغربية حسب الجهات، وهذا أمر مهم جدا يجب أن نقف عنده. فمثلا كوني ابن الريف مولدا، طبعا ليس نشأة ولكن مولدا، يعني مثلا مدينة الحسيمة، عند زيارة مدينة الحسيمة فأنا حضرت وأحضر كل سنة تقريبا عديد من الحفلات، خاصة الخطوبة أو الزواج أو الحفلات المرتبطة تكون فيها عادات مرتبطة بالموت أو غيرها، أو بعض المواسم كالعنصرة وغيرها. فهذه العادات لا زالت موجودة في الريف، ولكن
ما يهمني وما يهم، ولذلك اقول للمستمع سواء المستمع المغربي او غير المغربي، لان على هذا التنوع الذي نعرفه في العالم هو تنوع جميل جدا. فانا حضرت بعض الاعراس مثلا في بعض الدول، قد حضرت في مثلا في اسبانيا مثلا اعراسا في اسبانيا، وحضرت اعراسا لمغاربة في إسبانيا ولمغاربة في فرنسا، وحضرت لي أصدقاء من فرنسيين و يعني إسبان، خاصة الإسبان بحكم لهم القرب سواء في مدينة سبتة أو في خوتة الأندلس أو في الأندلس، منطقة الأندلس المعروفة، أو في مدريد أو حتى في برشلونة. فالمغاربة يحافظون، والعرب بصفة عامة لا زالوا يحافظون على هذه العادات، ولكن ما الذي يجعلنا أو يجعل هؤلاء يحافظون على هذه العادات؟ الجواب بسيط جدا، أن جميع هذه الشعوب تفتخر بثقافتها، وثقافة المحافظة على التراث سواء بعاداته، سواء حتى في حالة العادات السيئة، بعض العادات التي معروفة مثلا في عاشوراء في المغرب، هناك بعض العادة قد تأخذ منحا آخر بإشعال بعض الأمور وقد تحدث بعض الحوادث، ولكن هذه عادات دأب مغاربته يعني على القيام بها في إطار ما يسمى بتعاقب الأجيال، أو المحافظة على هذا التراث بخلال العادة، لأن العادة دور مهم جدا. ما هو دور العادة؟ أو المحافظة على العادة هو المحافظة على موروث ثقافي، والمحافظة على موروث اجتماعي، والمحافظة على موروث حضاري. والموروث الحضاري قد يعني بطبيعة الحال قد يعني قد يضمحل وقد يتلاشى وقد يختفي، وما حدث في مجموعة من العادات التي اختفت من المغرب. الآن مثلا اللغة الأمازيغية مثلا في المغرب كثقافة كحضارة كمكون من مكونات المهمة الأصيلة في الثقافة والحضارة والموروث الثقافي المغربي والحضاري هي اللغة الأمازيغية. كيف نحافظ عليه؟ نحافظ عليه من خلال المحافظة على العادات والتقاليد، من خلال المحافظة على اللغة، من خلال المحافظة على الأشكال الحضارية لهذه اللغة، وهكذا دواليك. وبالتالي فالحديث عن هذا التنوع لنا لا ديفرسيتي تي ريشيس كما يقول الفرنسيين، يعني التنوع غنى، كلما تنوعت الأمور كلما كان هناك غنى، كلما كثرت العادات كلما، ولكن العادات الأصيلة أصيلة وتبقى دائما أصيلة، والمحافظة عليها أصل. والعادات الهجينة التي نسميها هجينة نبغيد، التي تتميز بالهجانة كونها فيها شيء من الأصيل وفيها شيء من المتتبع أو الدخيل، فهذه كذلك هي عادات موجودة. ويعني الحفلات، يعني الآن المواطن المغربي والمواطن العربي والمواطن العالمي بصفة عامة، لأننا نحن في إطار ما يسمى بالمواطن العالمي، يعني العالم كله، كلنا مواطن هذا العالم، فالواحد بأن العادات يعني لا تبقى على أصلها، بل يشوبها يعني يطالها نوع من التغيير، أحيانا إلى الأسوأ وأحيانا إلى الإيجابي. وأعتقد أن في حالة تقاليد المغرب، أعتقد بأن تقاليد المغرب حافظت على أشكالها وحافظت على تنوعها وحافظت على جميع تلوينها. أقول هذا ليس منطق أنني مغربي، ولكن أقول هو منطق باحث في الجانب التاريخي والتراثي، وكوني أستاذا للتاريخ والحضارة، ويعني حاصل على الدكتوراه في التاريخ والتراث، أقول بأن هذا التراث هو تراث لا زال يعني محافظا عليه في المغرب. وهنا أدعو من خلال هذا المنبر، من خلال منبر هذا الاف ام ام، ومن خلال يعني عمل الصحفي الاستاذ الجليل نجمة، انا اقول بان هذه دعوه مفتوحه، انه يجب اهتمام اكثر بتقاليد وعاداتنا، والرهان موقوف على، ليس فقط على جيلنا نحن او على الاجيال التي مضت، ولكن الرهان موقوف على الاجيال التي ستاتي، لان الحضاره طالها نوع من المسخ في امور كثيره خاصه امام العولمه. طبعا اقول
حول هذا النوع الذي حدث في الثقافة المغربية وغيرها من الثقافات، أنه عرفت يعني العديد من يعني من قتل الخصوصية الثقافية، فهذه دعوة مفتوحة لكل المغاربة في الداخل والخارج بأن يهتموا بتراثهم ويفتخروا بتراثهم، سواء كنت مغربيا أو تونسيا أو جزائريا أو ألمانيا، فهذه يعني ثقافتنا، ولكن الثقافة يحافظ عليها أكثر عندما تذهب إلى دولة أخرى. وهذا فأنا أقول يعني نداء لإخواننا المغاربة في أستراليا وفي دول أخرى، ولكن ما دمنا في قناة على قناة أسترالية، أقول وسأخذ كلمة من الصحفية المقتدرة التي يعني تسير هذا البرنامج، وأشكرها بالمناسبة. لماذا؟ لأن هذا النوع من الالتفات إلى هذا النوع من المواقف ومن الأشكال الحضارية هو في الأصل التفات إلى الحضارة العالمية، لأن التنوع هو تنوع يخدم مصلحة البشرية. ونداء الأخير قبل أن أختم مداخلتي أختي عزيزة ولكل المشاركين، أقول اهتموا بتراثكم أينما حللتم، فالتراث المغربي والتراث التونسي والتراث العربي والتراث الإسلامي والتراث الإنساني بصفة عامة هو تراث كل حضارة، وكل حضارة لها خصوصيتها. ونحن المغاربة والحمد لله يعني لدينا مجموعة من الأشكال الحضارية التي نفتخر بها، فالدعوة مفتوحة للأجيال الصاعدة لأن يزيد من اهتمام، لأن أمام الزحف يعني الحضارات الأخرى الآن أصبحت الأغاني مثلا المغربية يعني هذا نوع جيد، أن يكون هناك نوع من أن يعني نستقر إلى حضارة الموسيقى، حضارات أخرى مثل الراب الهاوس الجاز إلى آخره جيد، ولكن أن لا ننسى حضارتنا، أن لا ننسى موسيقانا موسيقى الأندلسية، أن لا ننسى الموسيقى الغرناطية، أن لا ننسى الشعبي المغربي الذي أصيل كذلك في المغرب، وأن لا ننسى أشكالا أخرى. وهذه دعوة مفتوحة للجميع. شكرا جزيلا دكتور عمر لهذه المداخلة القديرة القيمة التي تطرقت لها، وإن شاء الله تكون عندنا مداخلات أخرى في الحلقات المقبلة. وفي الأخير شنو ممكن النصيحة اللي تقدمها للمغاربة عامة وللجالية المغربية أو للعرب عامة للمحافظة على الثقافة والتراث لبلادهم الأم؟ وسنبقى مع فاصل موسيقي، وأذكركم قبل ذلك على الاتصال بنا عبر الرقم 04-004-9000-0400-0004-449-000. طبعا اتصالات جتني اتصالات. الو مساء الخير. مساء النور. انت على الهواء تفضل. اهلا بكم، اشكرك اخي كريم والسيده المحترمه اخت نجمه، اشكرك على هذه البرامج يعني، واسبوع على اسبوع تتحفينا بمواضيع جديده ومهمه وتتهم المواطن العربي بصفه عامه. اهلا وسهلا، تفضل الهواء. بالنسبه للزواج، وجهة نظر ديالي فقط، ما غير الزواج بالنسبة للتقاليد اللي المغاربة، احنا نحكي عن المغاربة، انا احكي عن المغاربة، في المغرب نحافظ عليها كما نحافظ على الثقافات الاخرى، الصناعة التقليدية وغيرها،
وعندنا هذه الامور هذه بالمغرب اجيال واجيال ماشيه في خط سليم، لكن الخوف علينا هو المهجر، المهاجرين المغاربه اللي هما احنا سعداء اننا نكون بالخارج، لكن الشيء اللي يأسفنا هو لما نحلو الثقافه تروح منا بينا من خلال تصرفات الاباء والامهات. نحن سابقا في الجمعيه كنا نحاول جاهدا جمع كل المغاربه والغير المغاربه كذلك بالاحتفالات الدينيه وكذا لتعريف الثقافه والامور اللي تتهم المغاربه وغير المغاربه شمال افريقيا خاصه بلباسنا وزي تراثنا والامور اللي احنا كنا نعيشها بالبلد يعني بشكل على طول سنه. لكن هون لما نحاول نجمع هذا المغاربه مثلا او غيرهم عشان نعرفهم بالثقافه هذه يصعب علينا، وهما ما بيحبوا، ولكن بالتالي لما يكبروا الاولاد ويصيروا سن معين بيصير الامر صعب انك تعرفوا بثقافتك او تخذل بلدك، وبتجيهم مفاجاه كبيره انه ما بينسجموا مع العالم اللي احنا كبرنا فيه، لانه السبب الحقيقي هو الاباء والامهات اللي ما بيربوا اولادهم ويعلموهم ذيك الكنز اللي احنا اخذناه من ابائنا وابائنا اخذوا من غيرهم. فاتمنى من خلال هذا المنبر ديالكم الطيب رساله لكل الامهات والاباء والاهل انهم يربوا اولادهم على الثقافه هذه، ثقافه اللي هي غنيه جدا، اللي بيعرف قيمتها هو الاجانب لما بيشوفها بينبهروا كثير ويتمنوا لو كان عندهم جزء منها، فهي لان نحاول نحافظ عليها. كمان واحد السبب الثاني هو قله الحضور المغاربي هنا بالاستراليا، كمان بياثر نوعا ما بياثر هذا الشيء اللي احنا بنشوفه في اوروبا، المغاربه متشبعين بالثقافه المغربيه وبالتقاليد المغربيه، كانت اعراس وكان غيرها. فكل ما نتمنى نعمل كلنا جاهدين لخلق هذه الثغره هذه اللي هي ربما تكون سلبيه في المستقبل البعيد بالنسبه للجيل القادم. وإنما كان رساله او نوجهها للناس المغاربه نحن مستعدين باش نتعاونوا مع بعض ونعملوا امور كثيره باش نعرفوا ثقافتنا بشكل صح لهذ الاولاد الصغار، يعني مش لنا نحن لكن لهم لهذا المستقبل. ونتمنى ان شاء الله وتشكركم على الفرصه اللي اعطيتونا ان نوصل صوتنا للمغاربه وغير المغاربه بالثقافه المغربيه كذلك توصل للدول العربيه. شكرا استاذ مصطفى. استاذ مصطفى شكرا، صار الوقت كيداهمنا، كنتمنى رسالتك ديالك توصل، وكما قال الاستاذ الدكتور عمر قبل في حواره، الرهان موقوف علينا في هذا الموضوع، والجاليه المغربيه كتشهد بالمجهودات اللي كتديرها السي مصطفى. والان سننتقل لنهايه الحوار مع الاستاذ عمر، ابقوا معنا. شكرا استاذ مصطفى. المحافظة على الثقافة والتراث لبلادنا الأم. أقول في الختام يعني أحيي الجهود التي تقوم بها الأستاذة الصحفية نجمة اليونسي، وأقول يعني شكرا لإذاعتكم على هذه الاستضافة، وأتمنى أن تحظى العادات والتقاليد المغربية وباقي يعني العادات المرتبطة خاصة منطقة الأحمر المتوسط بمزيد من الاهتمام وبمزيد من يعني من الحديث من المزيد من التفصيل عبر يعني برامج أخرى إن شاء الله. فشكرا جزيلا لكم على الدعوة، وشكرا وتحياتي لجميع المستمعين المغاربة وغير المغاربة لكل الديانات ولكل الحضارات الأخرى التي تعيش في قارة أستراليا العزيزة على قلوبنا. شكرا جزيلا لكم.
وأتينا مستمعينا الكرام على نهاية اليوم من برنامجكم أصوات الهجرة مع نجمة، وأتمنى اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله على راديو 2000 FM الموجة 98.5. وإلى اللقاء، دمتم في أمان الله.